ينضم الينا على المباشر عبر الهاتف حضره الرائد بالمديريه العامه للدرك الوطني شعب العياشي. صباح الخير، بدايه ضعنا بصوره حاله الطرقات لنهار اليوم، وما هي ابرز النقاط التي تشهد اختناقات؟ صباح الخير يا لطفي، صباح الخير سوسن، صباح الخير لكل صباح النور. صباح النور. طبعا نحاول كل مره يعني تقديم بعض المحاور التي اختناقات في حركه المرور، وهذا راجع الى الاشغال من جهه والكثافه المروريه من جهه اخرى، حتى يتمكن طبعا المشاهد او مستعمل الطريق من تفادي هذه المقاطع عبر نقاط مختلفه او اوقات الذروه المروريه. على مستوى ولايه قسنطينه سجلنا الطريق الوطني رقم 27 في شطه الربط بين مدينه قسنطينه وبلدي حميدان، تشهد حركه مرور كثيفه او اختناقات في حركه المرور بسبب طبعا الكثافه المروريه في الفتره الصباحيه والمسائيه من مشتت سجل الفرحه الى غايه مندوب، وكذلك الطريق في عشر خرط في شطرها الرابط بين مدينة قسنطينة وزيغود يوسف مقطوع في وجه حركة المرور على مستوى نفق جبل الوحش، وهذا راجع إلى الأشغال على مستوى النفق بحيث تم تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 3. على مستوى ولاية بجاية كذلك سجلنا الطريق الوطني رقم 9 في شطرها الرابط بين ولاية بجاية والصيف، يشهد اختناقات في حركة المرور باتجاه ولاية بجاية وبالضبط على مستوى المكان المسمى ديكارو في بلدي اوقاف. وعلى مستوى ولايه برج بوعريج كذلك الطريق الوطني رقم 76 في شطرها الرابط بين ولايه برج بوعريج والصيف تشهد اختناقات في حركه المرور خاصه في الفتره الصباحيه من النقطه الكيلومتريه رقم 4 الى غايه النقطه الكيلومتريه رقم 14 على طول الجزء الرابط بين مدينه برج بوعريج وبلدي سنو. وعلى مستوى ولايه الجزائر العاصمه لدينا طريق السريع الغربي الرابط بين مدينه الجيرالدا والجزائر العاصمه شهد اختناقات في حركة المرور خاصة في الفترة الصباحية باتجاه ولاية الجزائر العاصمة، وفي الفترة المسائية من الثالثة زوال إلى غاية التاسعة ونصف أو العاشرة مساء باتجاه مدينة جيرالدا. على مستوى ولاية وهران كذلك سجلنا الطريق الوطني رقم 13 الذي يربط بين ولاية وهران وسيدي بن عباس يشهد حركة مرور بطيئة أو صعبة على مستوى المكان المسمى الضايع بإقليم بلدية وسيدات، وهذا بسبب الطريق. طيب ماذا عن اخر حصيله لحوادث المرور بحوزتكم؟ ولو نقارن بالفتره التي سبقتها كيف نقيم؟ هل من ارتفاع ام انخفاض؟ فيما يخص حوادث المرور المسجله خلال 24 ساعه الماضيه، وحدث الدرك الوطني سجل 59 حادث مرور، اسفرت هذه الحوادث عن وفاه 4 اشخاص واصابه 135 شخص بجروح. طبعا هذه الفتره عرفت انخفاض بالمقارنه بنفس الفتره السابقه، نجد ان هناك انخفاض في عدد الحوادث ب 13 حادث مرور، وانخفاض في عدد القتلى ب 10 اشخاص، ومن جهه اخرى ارتفاع في عدد الجرحى ب 22 جريح. وكيف تم توزيع هذه الحصيله على ولايه الوطن؟ وما هي ابرز الاسباب ربما التي ادت الى كل هذه الحوادث؟ الاسباب الولايات التي شهدت اكبر عدد من هذه الحوادث هي ولايه الجزائر العاصمه لمسيده للزويره، ولايه وهران وولايه غليزان. مع اسباب وقوع هذه الحوادث فمن مجموع 59 حادث مرور نجد ان 53 حادث مرور متسببين فيها السواق، وهذا بمخالفات معروفه، الافراط في السرعه، التجاوز الخطير، عدم احترام المسافات بين المركبات، ومناورات ومخالفات في قانون المرور اخرى. المركبات حاله المركبات تسببت في 3 حوادث مرور، المحيط اي الطريق تسبب في حادث مرور واحد، والمره اي الراجلين تسببوا في حادثين. مشاهدينا صاروا متعودين على النصائح التي في كل مرة تقدمها لنا المديرية العامة للدرك الوطني، ونذكر أيضا دائما بالرقم الأخضر لدى الضرورة. في الأخير لابد أن أذكر الإخوة مستعملي الطريق أو المشاهدين الكرام الذين يستعدون للخروج من منازلهم في وجهات مختلفة، ننصح دائما باحترام قانون المرور والتخفيض من السرعة خاصة، وعدم القيام بتلك المناورات التي عادة ما تسبب في مثل هذه الحوادث. الرقم الأخضر الخاص بالدرك الوطني 1055 تحت تصرف الجميع، ونتمنى للجميع التوفيق والطريق السلام، وشكرا. شكرا لك حضرة الرائد بالمديرية العامة للدرك الوطني الشيعي والعياشي، ونتمنى طريق السلامة لكل مستعملي الطريق.